مساء الخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم اليومي الدروازة. هذا البرنامج اللي إن شاء الله مشاهدينا الكرام نطلع عليكم دائما في تمام السابعة مساء. نفس ما ذكرت في السابق، هذا البرنامج برنامجكم أنتم مشاهدينا الكرام، نحل قضاياكم أنتم الشخصية. هذا البرنامج فكرته القضايا اللي يعانيها المواطن الكويتي والمقيمين ولا أي شخص يعيش على هذه الأرض الطيبة. اللي حاب يتواصل معنا مشاهدينا الكرام، ما عليك الاتصال على الرقم الظاهر على الشاشة، كذلك التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله معدينا راح يتجاوبون معاكم. دائما أتطرق في برنامج الدروازة، أو بمعنى أصح بوابة الدروازة، هذه البوابة اللي راح نتطرق فيها في جميع وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات والأشخاص كذلك. اليوم ستكون لنا حلقة استثنائية وإنسانية بحتة، حيث نسلط الضوء بها على قضية يمكن شهرت في الفيسبوك والتواصل الاجتماعي وتسمى بهذا الاسم، قضية المريض خالد البدون. بعض الأخوة ربما يعرف قصة خالد عن طريق الإيميلات والفيسبوك، شاهدناها على مواقع التواصل الاجتماعي. خالد الآن مشاهدينا الكرام يعيش على أجهزة التنفس الصناعي، يعاني من ضيق تنفس، يعاني من الداء القلبي الرئوي، كذلك ارتفاع في ضغط الدم الرئوي. يعني حالة خالد إنسانية، يدمي لها القلب وتبكي لها العين. ابن 30 ربيعا، قد يموت في أي لحظة، سواء بذل مجهود أو بذل أي نشاط يؤدي إلى الوفاة. يعني تقتوى مشاهدين الكرام، والله الكلمات أدفعها دفع بهالحلقة، والله يعيني إن شاء الله على هذه الحلقة. تقف الكلمات حائرة ويعجز اللسان عن التعبير مع هذه الحالة اللي راح نسلط عليها الضوء، وبمساعدتكم إن شاء الله مشاهدين الكرام ربما بإذن الله تحل هذه القضية ويكتب الله العلاج لهذا المريض إن شاء الله. بداية مشاهدين الكرام أرحب في والدي، والد المشاهدين الكرام، الأستاذ فرحان صياح فرحان. حياك الله أبو فيصل. حياك الله، بارك الله فيك أبو فيصل. يمكن قضية ولدك خالد وهو أخونا كلنا، وأنت أبونا إن شاء الله. طيب، يعني كلام كثير طلع عليها في التواصل الاجتماعي في تويتر، يعني هذا اللي نسميه الآن الإعلام الجديد، الشباب اللي في الأجهزة هذيته. نبيك بداية أبو فيصل تكلمنا عن مرض خالد، بدايته. بداية مرض خالد سلمك الله، من عمره سنة تقريبا هو راجع المستشفى، وكان صغير، كان قد يقعد فترة يعني 20 يوم أكثر، يطلع يعني أسبوعين وهكذا. وبعدها صار الولد شوي يعني مثل ما تقول نشط الولد، صار يعني نعم. بعدها انتكست حالته، يعني ايه زادت سوءا. ايه نعم، لما يقعد في المستشفى يريح شوي، ولما يطلع برا خاصة إذا كان الغبار أو رطوبة الولد يتعب، ورقده في المستشفى يقعد، يعني مرة في البيت ومرة نعم في المستشفى نعم. فهذا الوقت يعني حوالي 29 سنة، بس السنتين الأخيرات يعني الولد انتقص أكثر، يعني كل ما له نعم تسوء الحالة. نعم، الآن 4 شهور ما يقدر يطلع المستشفى، لأنه أكسجين دائما التنفس الصناعي لابد مستمر فيه، ما يستغنى عنه، البيت ما يقدر يطلع. يعني هو صار الآن 4 أشهر تقريبا، يعني مقيم في مستشفى الصباح، الباطنية الصباح. نعم، شنو الأمراض اللي فيه تحديدا أبو فيصل؟ تحديدا يقول الرئتين، يعني الرئتين. نعم، وبعد الرئتين، ويقول الحين في مضاعفات يمكن ربما أثرت على القلب، يعني أثرت على نعم عضلة القلب. أي نعم نعم. ضغط الدم عليه، ضغط الدم يعني بعض أحيانا يعني هو يعني إذا شالوا أبو فيصل من الجهاز التنفسي، إذا شالوا الحالة اللي تصير فيه إذا شالوا نعم. إذا شالوا الجهاز بارك الله فيك، يعني بعد 10 دقائق ربع ساعة تقريبا يصير جسمه أطرافه تصير زرقة. أي نعم، زرقة في سبيل إنه الأكسجين ما يصل للدم، ما يوصل. نعم ما يوصل. أبو فيصل حالته من فترة لفترة، يعني يوم بعد يوم قاعد تسيء أكثر وأكثر، خاصة بالوقت الأخير تسيء أكثر قاعد. نعم، الحالة يعني كمالها تزيد أكثر وأكثر. نعم. شلون عناية المستشفى لهناك؟ والله لا بأس فيهم يعني، وبعدين أصلا هو كأنه صديق لهم الحين، كلهم يحبونه صراحة يعني. نعم. مستشفى، بس هذا اللي يقدرون عليهم يعني، ما في. نعم. انت يمكن وديته كذا مستشفى، اشوف تقارير الخاصه عندي، حتى وديته مستشفى الشفاء، مستشفى خاص. اي مستشفى الشفاء تسمع، او مستشفى المواساه بعد كذلك.
اللي هو تقرير شفته والله ما خلينا. حتى الهند انا ب 84 انا مدي الهند تسمع، قعدت هناك حوالي 35 يوم. وديت الهند على حسابك الخاص؟ نعم. فصار زين الولد وتحسن صحته ما شاء الله. بعد ما رجعنا وصلنا الكويت، الجو عندنا هنا في الكويت اغبار ورطوبه، الجو متقلب يعني. ثاني يوم دخلنا مستشفى الاطفال الصباح مثل ما كان هو في مستشفى الصباح سابقا. نعم. الاطباء لما يزورونه شو يقولون لك ابو فيصل؟ يقول التهاب رئوي، التهاب رئوي، التهاب رئوي. زين ما يقدرون يعالجونه؟ ما يسوون له عمليه؟ ما يسوون له اي؟ ما يقول ما في عمليه، هذا كان اول التهاب، انه التهاب والتهاب واستمرينا بالالتهاب. طيب التهاب يعني ولا متى التهاب؟ التهاب ما يتعالج؟ يتعالج لكن لا حول ولا قوه الا بالله. ما قالوا لك شيء يعني ابو فيصل يمكن مكانك او الوضع اللي انت فيه او يمكن الشاشه شوي لها رهبتها، انا بيك قاعد اخذك حبه حبه عشان تقدر توصل اللي انت بتقوله عندنا هني. لما يزور الطبيب ما تاخذه على جانب تقول له دكتور الحاله قاعد تسيء اكثر واكثر، شو الحل؟ هل يقدر له علاج في دولتنا الكويت؟ هل له علاج في الخارج؟ بارك الله فيك، علاج في الكويت ما في طبعا. قال الدكاتره ما له. اي لان هذا زراعه. فالزراعه موجوده يعني في الدول الغربيه، الدول الكبرى، دول اوروبا، في امريكا، في المانيا الاتحاديه. يقول لك في مركز في المانيا انا داخل عليه مره، يقول لك 270 حاله. داخل عليه بالنت؟ اي نعم. نعم. فيقول لك 270 عمليه في ناجحة. في هذا المركز، مركز الرئه. نعم. وناجح يعني. نعم. يعني سووا 270 عمليه. أي. رئه نفس حاله. أي. خالد تقريبا يعني. اي العمليه بمعنى اصح، ليش مثلا ما خذيته وديته برا مثلا؟ وعنده جوازهم مكلفه يعني. عنده جواز؟ خلينا نبتدي في الجواز. الجواز لا هو ما عنده جواز الحين حاليا. انت ما طلع الجواز؟ استطعتك تطلع له؟ اي يطلع الجواز. انا الاوراق اللي طلعت عليها. اي نعم. لاحظت اجراءات قانونيه كذا، نسميهم احنا البدون الكويتيون. نعم. لك عمل بطولي قدمته. نعم. في البلد. كل الشرف البلد، البلد عطيتك واعطيتها يا ابو. نعم. فيصل. نعم. لاحظناها يعني بالاوراق اللي موجوده عندي، يعني شاركت في جميع الحروب سواء في سوريا او في عمليه تحرير الكويت، اخذت لك 5 اوسمه، راح اتطرق لهذا الجانب، بس ابي اوصل لمشاهدينا الكرام شنو يعني خالد، يعني كثر الحديث عليه. خالد بدايه نوجه التحايا لجميع مشاهدينا اللي يتابعونا الان، اوجه التحايا اللي في التواصل الاجتماعي الاخوان اللي حاطين صورته ويوصلون معاناته، نقول الله يجزاكم خير وفي ميزان حسناتكم باذن واحد احد، وان شاء الله انا واحد من الناس يشهد علي الله لا يعني ما عرفت حالته الا في التواصل الاجتماعي، رغم امس يمكن كنت اتذمر من التواصل الاجتماعي اللي يستغل استغلال خاطئ، بس الحمد لله في ناس نفسكم مشاهدينا الكرام اللي فيهم غيره وحب واخلاص، والله اكثرهم لا يعلمون حاله خالد او ما يعرف خالد شخصيا، بس كان في تجاوب منهم في يعني تعاطفه مع يعني عامل انساني معهم. ابو فيصل. نعم. وديت خالد بالسابق وعالجته في الهند على حسابك الخاص. اي نعم. تقول باستطاعتي اطلع له جواز، بس لظروف انت شرحتها لي. نعم. ما ابي اقولها على الهواء. نعم نعم. لابنائك وهذه. نعم. حريه مطلقه لك، يعني باي وقت جوازه يطلع انت ما تبي. نعم. العمليه اللي او الاعاقه اللي تعيقك معنى اصح، المادة. المادة نعم. يمكن توصل 60,000. اي لا 100,000 يعني. 100,000. ما اقدر استطيع انا عندي 14 يعني عيالي. الله يخليهم لك ان شاء الله ويتربون بعزك. وانا اشوف للامانة ابو فيصل ايمانك بالله قوي. الحمد لله. للامانة اقولها امام مشاهدينا الكرام، عزة النفس موجودة فيك رغم الظروف اللي انت تواجهها يا ابو فيصل. كلمة حق اقولها لاحظتها، يمكن فريق البرنامج صار له 3 أيام أو 4 أيام معسكرين، معسكر كامل على قضية خالد البدون. يمكن معدنا فارس المطلق زار خالد قبل قليل، يعني قبل 3 ساعات كان موجود مع خالد. نعم. معدنا فارس المطلق أكد أنه لن يعيش إذا شلنا منه الأجهزة، مع أنه اللي ذكرتها قبل قليل أبو فيصل هناك 270 حالة في ألمانيا في مستشفى، يعني إجراء عادي عندهم عملية هذه. يعني أذكر في أحد الحالات أبو فيصل ابن اختي وديته لندن علاج، لما قلت لهم قلب وما قلب قال عندي الفلونزا يعني مرضها اقوى من القلب. قلت شلون احنا عندنا القلب اللي نقول لاي مواطن كويتي القلب يقول هذا بيموت، عندنا هذا اللي تعودناه وعرفناه من الاطباء، فالعمليه عندهم سهله، بس الاعاقه اللي تواجهك اللي هي الماده ان شاء الله، وان شاء الله الله يفرجها. وهناك على هذه الارض الطيبه سمو رئيس مجلس الوزراء، الوزير المعني، وزير الصحه، اخواننا اعضاء مجلس الامه،
الشعب الكويتي الوفي كلهم هناك، تجارنا الطيبين اللي احنا نعرفهم وليس تجار السياسة، تجارنا الطيبين اللي دائما يمدون العين اليدين وعينهم دائما قريبة للشعب الكويتي. يعني كرم هذا البلد منتشر في بقاع الكرة الأرضية كلها الكويت وليس بغريبة، هذا أحد أبنائها خالد. خالد يمكن مشهورة قضيتها في قضية خالد البدون، وهو يحمل اسم خالد فرحان صياح. هذا الشاب 30 عاما يوجه النداء لأي شخص، وأن أيام قليلة إن شاء الله ويهل علينا شهر الخير شهر رمضان. فهذا نداء مني عبر برنامج الدروازة لكل مسؤول، سمو رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أخواننا اللي فيهم الخير والبركة، هناك حالة نوصلها لهم لقضية خالد البدون. أبو فيصل، قضية خالد ولدك، يعني سمعت الدكاترة يقولون حالته مو بدينك. نعم. يعني والله بعبرها أبو فيصل مو قادر أعبرها، أبسمع منك. بالنسبة آخر الأيام يقول لك يعني ما تفضل. آخر الأيام يقول يعني حالته يعني محرجة شوي، يعني الولد يعني لازم تستعجل في توديه الخارج يعني. لما استطيع ودي بالخارج ان شاء الله. ان شاء الله يا ابو فيصل، مالك اللي يرضيك. مشاهدينا الكرام، احنا عدينا تقرير زياره لخالد اخونا، نشوف هذا التقرير مشاهدينا الكرام ونرد مع ابونا ابو فيصل. الدستور أتاح حق العلاج لجميع من على هذه الأرض الطاهرة، ولكن ما الذي حدث مع حالتنا اليوم؟ خالد أو ما يسمى خالد البدون هو شاب يعاني من أمراض ويحتاج لزراعة رئتين وقلب، وليس له علاج داخل الكويت، وحاله يتدهور يوم بعد يوم، ولسان حالهم ينتخي بوزارة الصحة. تم رفض علاج حالته لأنه بدون، وهل يعرف المرض وزيرا أو غفيرا، مواطنا أو وافدا أو بدون؟ يجب أن تطغى روح القانون على القانون بغض النظر عن اختلاف وجهة نظرنا. شنو حالتك بالضبط؟ شنو قال انك الاطباء؟ رئتين تعبانين. رئتين تعبانين؟ ودوم ضعيف. ودوم ضعيف. القلب ضعيف. كم صار لك تراجع مستشفيات بالكويت؟ من جنان، صار لك 2 يوم.